السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون تينادا 21 بوصة، شاشة مضغوطة، عطل التلفزيون، هفتح الليد شغال، الليد الأحمر شغال ولكن التلفزيون مش بيفتح. التلفزيون بشكل العام مش بيفتح والليد الأحمر شغال. تلفزيون تورنادو 21 بوصة، شاشة مضغوطة، عطل التلفزيون، الليد الأحمر شغال ولكن مش بيفتح. تلفزيون تورنادو شاشة مضغوطة، أعطال دايما أي شيء فرتيكال، وهنا واضح قدامي الشكل أي شيء، شكله متفحم يعني عامل قفلة في اللوحة. التلفزيون الوحيد اللي أعطاله كلها فرتيكال، الأي سي دايما بيدخن ومش بيتحمل. هفك الأي سي وهتأكد من فولتيات أي سي الفرتيكال بالموجب والسالب وهنتابع مع بعض. هنا واضح من ناحية اي سي الفرتيكال اللوحة مدخنة، شكلها متفحم. جميع موديلات تلفزيون تورنادو شاشة مضغوطة بيكون متفحم بالشكل ده. الاي سي واضح انه متفحم، هو اللي عامل قفلة في اللوحة. هشغل التلفزيون بدون اي سي. هبدأ اشغل التلفزيون بعد ما فكيت الاي سي من مكانه. هشغل حاليا، وصلت والتلفزيون فتح. هفتح التلفزيون، فتح وعامل خط، اتابع العطل. اول خطوة اعملها في التلفزيون هتأكد من الفولتيات، فولتيات تقليد اي سي الفرتيكال. هوضح تقليد اي سي الفرتيكال جاية من اللاين، هنا خطين تقليد الاي سي، واحد بالسالب وواحد بالموجب. هتأكد من الفولتيات، الفولت على تغذية الاي سي موجود هنا، الفولت بالسالب 19 فولت، وعلى خط الموجب موجود 19 فولت بالموجب. الفولت 19 فولت، فولت مناسب لتشغيل الاي سي. قبل ما ابدل اي سي جديد هبدل مكشفين تنعيم على خط تغذية الموجب وخط تغذية السالب، وهبدل مكشف 50 فولت على 100 جنب الاي سي. هبدل المكشفات واتابع. أول مكشف 50 فولت على 100، ترجمة
حاليا بدلت كل المكشفات جنب اي سي الفرتيكال، مكشف 50 فولت على 100، ومكشفين تنعيم الجهد بالموجب السالب جنب الاي سي. هبدأ ابدل الاي سي بنفس الرقم، اي سي مستعمل علشان الجديد مش كويس، فانا جبت اي سي مستعمل علشان يتحمل. تلفزيون شاشة مضغوطة كل عيوبه، الفرتيكل بعد ما بدلت اي سي الفرتيكل والمكشفات هبدا اشغل التلفزيون، هقفل اوصل بسم الله، افتح التلفزيون، فتح اوضح القايمة والقوائم شغالة والشاشة كاملة، تم اصلاح العطل بنجاح. هوصل فيديو واتأكد من الالوان. حاليا وصلت فيديو والشاشة كاملة وكل حاجة تمام والالوان طبيعية وتم اصلاح العطل بنجاح، وتحياتي للجميع. Thank you.